إذن سعيدة جدا بتواجدي بالمملكة الأردنية الهاشمية في إطار المنتدى العربي للمساواة المنظم من قبل الإسكوا. هو اختيار موفق لهذا الموضوع نظرا لتداعيات الأزمة الصحية وضرورة بلوغ أهداف التنمية المستدامة. طلعنا على تجارب العديد من الدول العربية، فيه تقارب كبير بين الدول والمجهودات المبذولة من أجل يعني تغطية هذه التداعيات السلبية. التجربة الجزائرية رائدة في هذا المجال نظرا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، فيه العديد من الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بالنسبة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالنسبة للطفولة، بالنسبة للمزارع النموذجية البيداغوجية لكبار السن وفقا لالتزاماتنا الدولية في إطار مخطط مدريد للشيخوخة. وآخر قرار سيادي اتخذ من قبل رئيس الجمهورية هو قرار طبعا الفريد من نوعه على المستوى العربي والإفريقي، وهو إقرار منحة بطالة لكل الشابات والشباب البطال على المستوى الوطني المتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة إلى غاية الحصول على منصب عمل قار مرفق بتغطية اجتماعية متكاملة، وهذا في سبيل طبعا التخفيف من شبح البطالة واحتواء الشباب، كون أن المجتمع الجزائري هو مجتمع شاب بحوالي 70% من أغلبية سكانه.